متاجرة بجسد طفلة بمباركة ورضا متاجرة بجسد طفلة بمباركة ورضا الأم، جملة بتوضح ملامح القضية البشعة اللي سمعنا عنها خلال الكام يوم اللي فاتوا دول، وقدرنا إننا نعرض ليكم كل التفاصيل اللي حصلت فيها. قبل ما نبدأ في تفاصيل الحلقة، عاوز أسألكم سؤال بسيط: هو من إمتى أصبحنا بلا ضمير ولا رحمة؟ من إمتى بقينا نتعدى على حقوق أطفالنا ونسينا انهم امانه في رقبتنا؟ اجابه السؤال ده هسيبها ليكم انتم، هسيبها للناس اللي لسه عندهم ضمير واخلاق، يمكن نقدر نفوق من الغفله اللي احنا فيها قبل فوات الاوان. انا اخوكم احمد الحكيم، ودي قناتكم قناه حكيم مصر، وتابعوني بعد الفاصل. وقبل ما نروح الفاصل كده، ما انساش حضراتكم تعملوا لايك عشان خاطر حلقه النهارده لين قويه جدا، وهنكشف فيها تفاصيل مهمه جدا. اهلا بيكم. كشفت نتائج فحوصات الدي ان ايه اللي تم اجراءها على اقارب لين الذكور من جهه الام عن هويه المتهم الثالث في القضيه، واللي كان مفاجاه، والنتائج دي اعزائي المشاهدين عملت تحويل جذري من سير التحقيقات، والموضوع اتقلب من مجرد اشتباه في تورط اهل ام لين الى ادانتهم في الجريمه بشكل اثبت تقرير الطب الشرعي تورط خال لين في اغتصابها، وده طبعا بعد تطابق عينة الحمض النووي لخال لين من العينات اللي تم العثور عليها في جثة الطفلة. طب مين هو خالها؟ وإيه الأسباب اللي خلته يرتكب جريمة في حق طفلة زي لين؟ هو نادر أبو خليل، وهو شقيق أم لين، وكان معروف عنه أنه شخص بتاع مشاكل ومش بيشتغل شغل ثابت، لأنه دايما كان بيتم طرده بسبب سلوكه العدواني والغير أخلاقي. نادر كان عايش في بيت اهله، يعني كان بيشوف لين اوقات كتيره جدا، وده لان الام انتقلت لبيت ابوها بعد الطلاق، والادله اللي تم العثور عليها اثبتت من خلال تواجد لين في بيت الام. خالها كان بيعتدي عليها لحد ما تفقد الوعي، وعلى الرغم من ان عينات الحمض النووي بتاكد ان نادر اغتصب لين، لكن نادر انكر كل الاتهامات دي، وقال انه كان سايب البيت بقاله فتره كبيره علشان كان بيشتغل وكان بيبان في المكان اللي بيشتغل فيه. لكن تحقيقات النيابة أثبتت إن نادر كان متواجد في البيت خلال الفترة اللي فاتت دي، وده لأن رجال المباحث فتشوا موبايل نادر واكتشفوا من خلال موقع الموبايل إن نادر ما سافرش لأي مكان زي ما بيقول في اعترافاته. خيوط الجريمة بتبدأ تترابط في عيون رجال المباحث، وقدروا يتعرفوا على هوية المتهم المشترك في اغتصاب لين، فتم القبض على نادر. والنهارده في جلسة هقول لكم حلقة إن شاء الله بالليل، نادر أبو خليل يوم الخميس اللي فات ده، والنيابة وجهت لي تهمة اغتصاب الطفلة لين طالب، وبسبب أقوال نادر المنتقدة أو المتناقضة تم عمل 3 جلسات تحقيق معاه، وحضر التحقيق الأول القاضية سمر ندى نضار، مش عارف اسمها صح ولا لأ، بس اعذروني. مش بس كده أعزائي المشاهدين، لا ده في كل عيلة كان في فردين من عيلة الأم لين وهم قريبين جدا اعتدوا عليها في أوقات مختلفة أثناء لما كانت بتروح تبات مع أمها. والشيء الثاني اللي أثبت التهمة أكتر على نادر هو اعتراف الأم وجدة لين للرابط الوحيد اللي جمع بين اعترافاتهم كلهم، هو إن بالرغم من إن النيابة ما سألتش عن علاقة خالين بالقضية، لكن كلهم كانوا بيقولوا ان خالين ملوش علاقة بالاغتصاب، وانه كان مسافر بره لبنان. ده غير ان اثناء استجواب ام لين فضل التردد ان عم لين هو اللي اغتصابها مش خالها. وفاكرين الكلام ده لما قلته مع حضراتكم، لما تمت واجهة ام لين بتقرير الدي ان ايه فضلت متمسكة بكلامها، وقالت ان طليقها زور تقرير عشان يبرأ اخوه. كل الأدلة قدرت انها تحول نادر من شاهد في القضية لمتهم رئيسي خسيس. سجلات موبايلات عائلة ام لين كشفت عن اتفاق سري بينهم عشان ينفوا التهمة عن نادر. من ضمن الرسائل اللي كانت بين ام لين ونادر، اخوها في رسالة بتقول فيها انها هتطلعه من القضية زي الشعرة من عجين بالظبط، وهتلزق التهمة لوالد لين كنوع من انواع الانتقام، لان طلقها وطلبت ام لين من اخوها انه ما يقابلش فردين من العيلة. والحقيقة يا جماعة، انا هوية الشخصين دول ما زالت مجهولة بالنسبة لي لحد دلوقتي. ده غير ان في رسالة بين الجد ونادر بيقول له فيها انه مش هيضحي بحياة ابنه عشان ينقذ
حياة حد تاني، والرسالة دي كانت قبل وفاة لين بشهر تقريبا. ده معناه ان كل افراد العيلة كانوا عارفين ومتسترين على الجريمة البشعة اللي بتحصل قدام عينيهم، والحكاية دي بتخليهم متهمين في القضية لانهم اتستروا على الجريمة وحاولوا يضللوا التحقيقات، وده طبعا ليها عقوبة كبيرة. وبالمناسبة حاب اوضح ان العقوبة الجنائية للاعتداء على الاطفال في دولة لبنان، وده لاني لاحظت ان في شوية ناس بيقولوا ان مفيش حد هيتعاقب على قتل الطفلة لين، فانا عاوز اقول لكم انكم ما تعرفوش اي حاجة، انا اسف، عن القانون، وبتقولوا كلام فارغ وخلاص. فتعالوا بقى اقول لكم على الكلام الصح. في مادتين في القانون عندهم 506 و505 من قانون العقوبات اللبناني، انه من جامع قاصرا دون ال15 سنة عوقب بالاشغال الشقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تنقص العقوبة عن 7 سنوات اذا كانت القاصر لم يتم 12 من عمره. وده مش اغتصابه بس يا جماعة، ده البنت ماتت بسبب الاعتداء المتكرر عليها، يعني جريمتين قتل واغتصاب، ده طبعا غير عقوبة باقي الافراد العيلة، وهي تستر على مجرم ومحاولة تضليل العدالة. ومن وجهة نظري انا متأكد ان القضاء اللبناني هيجيب حق لين في اسرع وقت، واظن كلنا شايفين سرعة التحقيقات في القضية، يعني الناس مش هيسكتوا عن حقها حتى لو اهلها وخاصة امها ستت عن حق الطفلة لين. احنا مش هنسكت وحنقول الحقيقة حتى لو في لبنان. وقبل ما انهي الحلقة حابب اوجه رسالة شكر لكل انسان، لكل اب ولكل ام، تخلي بالكم على عيالكم، خلوش حد يشبع رغباته بيهم، وخلي بالكم من تربيتهم ومعاملتهم، لان للأسف احنا بقينا عايشين في وسط غابة. أنا آسف إن أنا بقول الكلام ده بس هي دي الحقيقة. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من حلقاتنا. بطلب من حضراتكم النهاردة تكتبوا لي كومنتاتكم، تكتبوا لي أي حاجة عايزين نتكلم فيها في حلقتنا النهاردة. وقبل ما تقفلوا كده رجاء وليس أمرا، حضراتكم تضغطوا لايك، لايك مهم جدا عشان انتشار الحلقة، وفضلا حضرتك تنورني باشتراك للقناة، وفضلا بعد إذن حضراتكم إن شاء الله النهاردة هعمل لحضراتكم حلقة بعد الجلسة ما تخلص، لأن هي لسه ما زالت حتى الآن مفروض انا في وقت بسجل من الحلقه ان هي شغاله، لكن اكيد لو انتوا بتسمعوا الحلقه دلوقتي اكون الموضوع خلص واكون بسجل حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.